لا تطلب العلم رياء ولا تترك حياء، عبارة تعكسها الصورة أمامنا. فها هو بديه أحد الأطفال الصم، لم يترك تحصيل العلم حياء وخجلا من نظرة المجتمع. يدرسون دون ضجيج ويتحدثون دون كلام، يرسمون أحلامهم ويسعون لتحقيقها ولو بعد حين. داخل هذا الفصل تدرس مجموعة من الأطفال الصم كغيرهم من الأطفال، وإن اختلفت طريقة التواصل. استفدت كثيرا من الدروس التي يقدمها المعلمون هنا في مدرسة الصم، وأريد في المستقبل أن أحقق أحلامي وأحصل على عمل وأساعد أسرتي. لا تختلف المناهج التي يدرسها الأطفال الصم عن المقررات العادية، غير أن طريقة التدريس وإيصال المعلومة يختلف. هذا ودي عندنا المستوى من السنة الأولى إلى السنة السادسة، عندنا حديقة إلى السنة السادسة، هذا التلاميذ نقررهم لها نفس المقررات اللي في المقاربة، يقررنا أن نحن نعتمدوا في مشين قالوا الاقتصاد قرر نفس المحتوى، يقرر نقرر لهم بلغة الإشارة. يقوم على عملية التدريس معلمون من وزارة التعليم، يتم تكوينهم على التدريس بلغة الإشارة اللغة الأم للطفل بالتعاون مع أشخاص من هذه الفئة من أجل إيصال الرسالة أكثر للطفل. مشرف على التدريس في هذه الوحدة، كيف قلت لكم، جلوا من المعلمين المحولين من وزارة التعليم، غير مولي فم مصاحبينهم صم، أشخاص صم مساعدين للمعلم، يستعان بهم المعلم فاش يصار رسالته للصم باللي هما من شريحة الصم، ويقدروا أكثر تفاهم إلى مدى بعيد من الأشخاص المعلمين السامعين. وتضم وحدة تعليم الصم مدرسة ابتدائية إضافة إلى روضة للأطفال دون سن السادسة، سبيلا لتعليم الأطفال الصم ودمجهم في المجتمع. التعليم حق للجميع، كلمة يترجمها هؤلاء الصم بإصرارهم على تحصيل العلم والاندماج في الحياة رغم ظروفهم التي تختلف عن ظروف غيرهم من الأطفال العاديين. سهام الخرشي لقناة المرابطون، نواكشوط.